خمسة تساوي تلاتة، يعني عشرة بلدات الشهادة. والكلمة زي عشرة، بس همسة مخليهاش أحلى. اهلا وسهلا بيكم، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وحلقه النهارده من برنامجكم همسات زوجيه، حلقه السبع اخطاء الزوجيه. زي ما كنا بنقول، السبع اخطاء الزوجيه دول مشكله لو موجودين في اي اسره، مشكله لو موجودين معانا. بنتكلم عن سبع اخطاء مهمين جدا. بنتكلم عن الكذب، عن الطمع، عن الخيانه، بنتكلم عن الشهوه، عن الغضب، بنتكلم عن البخل، عن السلبيه. قلنا هندي شرح طويل لكل واحده فيهم. هتكلم بسرعة عن إن الموضوعات دي ليه اخترناها. اخترنا الكذب لأنه لو موجود في أي أسرة بين أي زوج وأي زوجة، بيضيع بينهم لغة الحوار المهمة جدا، بيضيع منهم المصداقية، بيضيع منهم حاجات كتير قوي هم محتاجين إنها تتوافر بين كل واحد في الاتنين عشان الحياة الزوجية تبدأ تستمر. الطمع لما كل واحد من أول الحياة الزوجية يبقى مختار شريك حياته، ويبقى وهو بيختاره له مصلحة، طمعانين من الأول خالص، من قبل الزواج ما يتم، من اول تجهيز الشقه، من اول لكل واحد عليه ايه، بدانا نشوف ان الحاجات ديت الاختيارات على اساس الطمع. لما الزوجه بتبقى طمعانه ان الزوج يجيب كل حاجه، لما الزوج بيبقى هو عايز يرمي كل المتطلبات اللي عليه على اهل زوجته او على زوجته، او لو هي متجوزاه عشان فلوسه، او لو هو واخدها عشان نسب في عيلتها، بعد الزواج مباشره بتبدا الحياه الزوجيه تسوء. ما بياخدوش بالهم ان كانت مشكله الطمع هي دي الازمه الرئيسيه اللي بنت المشكله، هي دي الاساس اللي كان المفروض يتعالج. هنشرح تفصيلا الطمع في حلقه خاصه بيها، ولو لحقنا النهارده في حلقتنا هناخد الموضوع شرحا. كذلك الخيانه. الخيانه دايما لما بنقولها كمسمى كل واحد فينا بيفتكر ان الخيانه الزوجيه. هي الخيانه الزوجيه نوع من انواع الخيانه، لكن في انواع كتير قوي وانتشرت في الوقت الحالي وموجوده في العيادات عندنا، ما بيبقوش حتى مدركين ان ده نوع من انواع الخيانه. ان واحده تكلم واحد تاني غير زوجها على الفيسبوك وتعتبره صديق، ده نوع من انواع الخيانه. الخيانه في المشاعر، الخيانه لما راجل يكلم واحده غير مراته ويبدا يديها مشاعر حب. في انواع كتير قوي من الخيانه بتبقى موجوده، لما واحده تكون بتحب شخص قديم وبعد ما تتجوز تلاقي كل مشاعرها رايحه له. طيب ما هو ده نوع من انواع الخيانه. هنمسك الخيانه بالتفصيل، نعرف ازاي يبقى في خيانه في البيت، في الاسره، خيانه بين الزوجين وهم مش فاهمين ان اللي بيحصل ده نوع من انواع الخيانه، وهنتكلم عن علاجها ازاي، وهل ليها علاج ولا ملهاش، وازاي اقدر اتخلص من دوت عشان اعيش حياه سليمه. هنتكلم عن الشهوه. هنفتح ملف مهم جدا 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 عن التربيه الجنسيه السويه، الحاجات اللي المفروض الناس بتعرفها وبدل ما هي بتعرفها بتتكسف تتكلم فيها، الحاجات اللي بتسبب لنا ازمات. في ملف الشهوه هنتكلم عن العلاقه بين الزوج والزوجه، هنتكلم ازاي تبقى العلاقه سويه، ازاي لو واحد فيهم عنده زياده او واحد فيهم عنده نقصان ان ده له علاج، وازاي انه لو ما اتعالجش بيعمل مشكله كبيره قوي اسريه. ممكن يلجا الزوج للخروج انه يتجوز واحده او اثنين او ثلاثه، طب لو زياده، طب لو نقصان. هي دي المشكله الرئيسيه اللي الكل بيتكسف يتكلم فيها. كذلك هنتكلم فيها عن الزوجه لو عندها مشكلات، ازاي ده ممكن يبقى صعوبه. هتكلم لو الزوج والزوجه بانيين علاقتهم الزوجيه على اساس الشهوه، طب وما بعد الزواج وبعد انتهاء موضوع الشهوه ده، هل هنعرف نتواصل تاني ولا بنحس بنوع من الفتور في الحياه الزوجيه، فتبدا عندنا مشكله ان احنا الاثنين حاسين ان حياتنا بقت تقليديه جدا وعايشين مع بعض وخلاص. وخلاص دي هي المشكله اللي احنا هنتكلم فيها. عندنا مشكله الغضب. اتكلمنا قبل كده في حلقه مخصوص عن العنف الاسري، وهنتكلم بشكل سريع في مرحله الغضب دي عن انواع الغضب، ازاي الغضب يبقى مشكله، العصبيه بين الزوج والزوجه، عدم وجود وسيله تفاهم، طريقه العصبيه والنرفزه الزياده اللي بتخلي كل واحد يخاف من الثاني ومش عارف يتفاهم مع الثاني، او حتى مش عارف يدير وجهه نظره، ودي هتبقى مشكله لازم تتحل. برضو عندنا مشكله البخل. البخل في المشاعر، البخل في الافعال، البخل في الماديات. هل المفروض ان الشخصيه البخيله ليها علاج؟ هل مفترض ان لما الاقي شريك حياتي بخيل، بخيله مش عارف اخد منه سواء مشاعر او سواء اسلوب كويس في المعامله او سواء ماديات انا محتاجها عشان الحياه الزوجيه تكمل، ممكن يكون بخيل على البيت لكن مع نفسه مش بخيل، هل ده نوع من انواع البخل؟ ده اللي هنعرفه بقى باستفاضه واحنا بنتكلم عن خطا البخل في الحياه الزوجيه. هنتكلم عن السلبيه. في السلبيه موضوع كبير قوي، لان الشخصيه السلبيه دي بتعمل ازمه. الشخصيه السلبيه ممكن تدمر اسره، وممكن تدمر اسر كمان غيرها. تخيل دوت، تخيل ان ممكن يبقى شخص بنسميه عندنا ابن امه، اللي هو عاش طول عمره متعود ان مامته شايله الكراب بالنيابه عنه، ايه اللي يحصل لو ابن امه ده اتجوز؟ الزوجه بتحس بايه وهي اللي بيدير حياتها كلها ام زوجها؟ او اما يكون الزوج شخص سلبي ما بيعرفش ياخد قرار اصلا، لا حتى باستشاره امه زوجته، بامه او اي حد تاني او زوجته،
ايه المشكلة اللي تحصل، ازاي نتعامل معاها، ده اللي عايزين نتكلم. يعني ايه شخصية سلبية، ازاي اتعامل معاها، هل ممكن الشخصية السلبية دي يتم تحويلها لشخصية ايجابية، هل ممكن ان احنا نعيش سعداء وفي البيت حد سلبي، كذلك لو الزوجة هي كمان شخصية سلبية بتبقى مشكلة، اللي مطلوب منها حاجات كتير ومهام كتير في تربية الأبناء أو في دورها كأنثى أو دورها كزوجة أو دورها كأم، ولو هي معرفتش تلعب الدور ده كويس جدا وبقت سلبية في الدور ده، يا ترى الزوج هيبقى أخباره إيه، وهل هيقدر يكمل الحياة الزوجية مع زوجة سلبية ولا لأ؟ هنتكلم النهارده عن السبع أخطاء بتوعنا. بنبدأ بأول حاجة وهي الكذب. الكذب مشكلة كبيرة جدا. الكذب بيجي لنا في العيادات عامل اضطرابات شخصية، عامل معانا مشاكل كتير، لدرجة ان بنوصل في بعض الاحيان ان الناس بتبقى طالبة الانفصال بسبب موضوع الكذب. الناس بتقول هو الكذب مشكلة ولا الكذب مرض؟ طيب هو الكذب ده وراثي ولا الكذب ده مكتسب؟ هنبدأ نرد ونقول اولا نبدأ في حتة وراثي ومكتسب. الكذب طبعا مكتسب، ما ينفعش يبقى فيه كذب وراثي، لان لو انا قلت وراثي يبقى عندي جين جوه الجسم بيورث لي الكذب، وده مش موجود. انما انا بقول الكذب ده وراثي بيبدا ازاي. لو انا عندي زوج اكتشفت فجاه ان هو مدمن كذب، او انه بيكذب كتير، او انه حتى في بعض الاحيان بيضطر انه يكذب، يا ترى ليه؟ ايه اللي ممكن يخلي الشخص ده يستمر في الكذب؟ الزوجه كمان نفس المشكله. لو الزوجه لقيت نفسها بتضطر تكذب او متعوده تكذب، وده طبعا مختلف، اللي متعوده غير اللي مضطره، وان كان في الاثنين غلط، ومشكله الكذب دي مشكلة كبيرة. يا ترى ايه اللي بيخليها تعمل دوت؟ ده اللي احنا هنعرفه بقى، ان الكذب ده بيبدأ معايا مش من اول الزواج، ده بيبدأ معايا من اول التنشئة الاسرية، من اول ما كنت طفل وبدأت اشوف الاسرة بتتعامل مع بعض ازاي، الاب والام في طريقة التعاملات بتاعتهم هم اللي بيعلموا الطفل ازاي يطلع صادق او كاذب. بمعنى ان ممكن ما ياخدوش بالهم وهم بيتكلموا فجأة، ويقول مثلا الطفل يقول لوالده ان في مكالمه تليفون او في حد على الباب. فالاب طبعا لو مش عايز يقابله يقوم عامل ايه؟ يقول له قول له مش موجود. انت هنا بتكذب اهو. طيب انت ما خدتش بالك ان الطفل في الحاله دي بدا يشوف بعينه الكذب، اهو بدا يكتسبه من الاب او من الام. لما يلاقي الاب في التليفون بيقول كلام مش صحيح ما حصلش وهو قاعد شايفه بعينه، لما يشوف الام بتعمل ده قدامه، او ممكن الام تكذب على الاب قدامه، او يحصل اي حد بيقول كلام مش حقيقي قدامه ويكتشف بعد كده عدم صدق الكلام ده، كده انا اديته مفتاح الكذب، ازاي يتعلم الكذب. هنا الكذب بدا يكتسبه من مرحله الطفوله. بعد شويه يبدا الكذب يختلف. ازاي يتعلم بعد كده؟ ان هو لما يبقى مضطر في موقف ويقول حاجه مش حقيقيه، ده ممكن ينجيه من الموقف. يكتشف ان الكذب هنا بقى احد الاساليب اللي بيطلع بيها من المأزق. الحاجه اللي انا ممكن مجرد ما ألفها ألاقي نفسي فجأة الموضوع انتهى وبقى شيء كويس جدا، رغم ان انا قلت كله مش حقيقي. طيب بيقابلنا هنا بقى، هل انت ممكن تعتاد على دوت؟ ممكن طبعا. طب وهل انا لو اعتدت عليه ووصلت لحد مرحلة زوجية واتجوزت هعرف اعمل ده؟ يعني هعرف ابطل كذب ولا هلاقي نفسي مستمر؟ طبعا هنا لو انت متعود تكذب واخد يعني اكتساب مرحلة مشكلة الكذب دي من الطفولة، بتبقى فيه صعوبة جدا انه يبقى صادق، تبدأ مشكلة الكذب تزيد معانا. في شخصيات عندنا بنقول عليها شخصيات سيكوباتي. الشخصية السيكوباتية هي الشخصية اللي عندها ذكاء عالي وعندها كذب عالي، بنسميه احتراف الكذب في الشخصية السيكوباتية، لانه بيكذب من اجل مصلحة اللي هي مصلحته الشخصية. شخص ذكي جدا يعرف يكذب ويقول اي اشياء مش حقيقية ويخليك تقتنع بيها تماما، ويكون الهدف مصلحة خاصة ليه هو. في الحالة دي بنسمي الشخصية سيكوباتية أناني يسعى لمصلحته، وشخصية شريرة. شخصية شريرة لأن كل الحاجات اللي هو بيقولها دي مش حقيقية وهدفها مصلحة شخصية ليه هو. طبعا ده بيبقى أصعب الشخصيات الكذوبة. السيكوباتي هو أصعب شخصية كذوبة، لأنه ده واحد بنسميه عندنا زي النصاب والمحتال، الشخص اللي بيقدر يعمل بيسخر الآخرين لمصلحة نفسه، وده مرض. اضطراب الشخصية السيكوباتية أو الشخصية السيكوباتية بتحتاج أنواع من العلاج قوية جدا، عشان بتغير فيها سمات كتير، عشان إزاي تخليه من واحد احترف الكذب لمصالحه الشخصية يبدأ يستغنى عن المصالح دي ويحاول يكون شخصية صادقة، ودي تبقى أصعب أنواع الكذب الشخصية السيكوباتية. عندنا كمان أو بيسموه شرير، وعندنا كمان الشخص اللي عنده كذب اولي. يعني ايه اولي؟ يعني واحد بيكذب وهو مش متفاهم قوي موضوع الكذب ده، بيبقى عنده دايما الذكاء قليل،
درجة ذكائه قليلة، فلدرجة انك ممكن تكتشف الكذب بتاعه من مجرد ما يتكلم. ده بيبقى ابسط شوية واسهل من الشخصية التانية، لانه بيبقى كذبه ناتج عن ايه؟ ناتج عن انه خايف من شيء، قلقان من شيء، فبالتالي بيحاول يداري ده. بنقول علينا هنا بيستعمل حاجة اسمها الحيل الدفاعية. ايه هي الحيل الدفاعية؟ هي وسائل بيستخدمها من اجل الخروج من مشكلة. طب زي ايه وسائل الحيل الدفاعية بتاعتنا؟ حاجة زي التبرير، ان انا ابرر، اكذب عشان ابرر اللي انا عملته. اصل انا كذبت عشان كذا وكذا وكذا وكذا. طب انت بتبرر ليه؟ ما هو كده كده اللي انت قلته كذب، مش محتاج تبرير. انما بيبرر بحيلة دفاعية يخرج منها من المشكلة عشان مظهره يبقى كويس، سواء قدام نفسه او قدام الاخرين. برضو نفس الحكاية لما يقول لك نوع من الاسقاط. الاسقاط يعني ايه؟ اصل هم خلوني اعمل كده، هم اللي خلوني اكذب. يبقى هو كده بيسقط المشكلة على الناس التانية عشان يطلع منها هو، فيطلع هو صورته كويسة جدا. او نوع من انكار المشكلة، برضو من ضمن الحالة الدفاعية عندنا الانكار. انكار يعني ايه؟ يعني هو النهاردة بينكر وجود المشكلة. انا ما كذبتش ولا حاجة، انت ليه بتقول عليا ان انا كذبت؟ تمام؟ او حاجة اسمها التعميم. التعميم من ضمن الحالة الدفاعية برضو الناس بتستعملها كتير. ازاي؟ تلاقي الزوج لما يكتشف ان هو كذب، ما كل الرجالة بتكذب. يبقى انا لما اقول ان الموضوع ده كل، يبقى كده انا طلعت ان المشكله ومفيش مشكله. او ان زوجها يكتشف كذبها وقدامها هو الموقف، خلاص انت باين سنك كذبتي عليا. تقول له لا، ما هو كل الستات بتكذب عادي، انت ليه مكبر الموضوع؟ كاني لما اشارك الناس كلها معايا يبقى انا كده الموضوع بتاعي بيخف وطئه او مشكلته بتقل شويه، فبالتالي ما عنديش مشكله فيه. طبعا دي كلها حيل دفاعيه بنستعملها عشان نداري بيها على حل المشكله، او ان احنا عندنا نقص في حاجه معينه، زي ان انا عندي ازمه ومشكله اسمها الكذب. طب احنا ليه بنكذب؟ البني ادم بطبعه بيكذب عشان يخرج من الازمه اللي هو فيها، او عشان يعدل صوره ذاته، او عشان صورته قدام الناس تبقى كويسه. يعني اما ان انا بحاول احسن من صورتي، اما ان انا بحاول اهتم بان صورتي قدام الناس تبقى كويسه او قدام نفسي، او ان انا عندي مشكله وعايز اخرج منها، فلازم اقول كلام مش صادق للي قدامي. طيب هل مفترض ان انا لما بقعد اكذب كتير واستمر في الكذب كتير يبقى ده مرض، ولا دي مشكله وعايزه حل؟ بقول لك لو انت استمريت، لقيت نفسك في بيتك، لقيت نفسك مع اصدقائك، لقيت نفسك في شغلك بتقول كلام كذب كتير، وفي بعض الاحيان بتلاقي انه كذب بلا داعي، يعني انت بتكذب ومفيش اي مصلحه من الكذب اللي انت قلته، بل بالعكس مش هيفرق مع الناس اللي انت قلته سواء صادق او سواء كاذب اي فرق، انت في الحالتين الكلام مش مهم جدا. اعرف ان ده هنا اتقلب لمرض، ومرض نفسي اسمه مرض الكذب، ادمان الكذب. انت بتبقى مدمن كذب، بتكذب عمال على بطال. بنلاقي المشكله دي ظاهره قوي في حالات الادمان. الشخص المدمن لما بيدخل في المخدرات بيضطر انه يكذب. طيب ولما يحصل كده يبقى زوج وبيشرب مخدرات، هيقولوا له انت بتشرب مخدرات، هل تعتقد ان هيقول لهم بشرب؟ الغالب انه بيعمل ايه عشان يحسن صورته؟ يقول لا ما بشربش طبعا. يبقى هنا بدا يكذب اهو. طيب عايز ينزل تاني، عايز يروح مكانه ما حدش يبقى عارفه، عايز يروح في حته ما حدش ينفع يقول عليها، لازم هيبدا يضطر يكذب كتير. لما يسالوه الفلوس بتروح فين هيكذب تاني. طيب اذا كتر الكذب خلاه مدمن كذب. طب تخيل ان هو اتعالج من الادمان وخلاص الحمد لله تعافى تماما ومفيش اي مشكله. بنلاقي بقى ان بعد التعافي ده ما زالت مشكله الكذب مستمره، ودي شفناها كتير في العيادات ما بعد التعافي بسنة واتنين. يعني بقى له سنتين شخص او ثلاثة وشخص كويس جدا ولسه بيكذب. لان هو ما حاولش يلعب على سمات الشخصية بتاعته والعلاج النفسي اللي هو اني اغير الشخصية. انا بغير الشخصية ليه؟ ما انا بالنسبة لي مش قصتي ان انت خدت حاجة، انا قصتي ان انت ما زالت شخصيتك واخدة الشخصية السيكوباتية اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية اللي هي مدمن الكذب. انا مش عايزك تبقى كده، مش عايزك دايما تبقى شخص بيفكر دايما في ذاته فقط، لا عايز يبقى الشخص بتاعي بيفكر ازاي يعالج نفسه. ادمان الكذب ده عشان يتعالج لازم تغيير شخصيه بالكامل. طيب هل الكذب دايما ليه نوع واحد، ليه شكل واحد؟ احنا اكتشفنا انه له انواع كتير. في حاجه اسمها كذب خيالي. يعني ايه الكذب الخيالي؟ قال لك ان انا ابقى بتخيل حاجه ما حصلتش اصلا. يعني انا النهارده بقول الكذب ده مجرد حاجات انا اللي بستوحيها من وحي الخيال عندي وابدا اقولها، لدرجة اني بقول حاجات قد يكون مش واقعية وبقولها للناس انها حصلت ومقتنعين بيها، ورحت المكان الفلاني وسافرت فيه وانا ولا سافرت ولا شفته. يبقى ده كذب خيالي، انت عمال تتخيل وتقول للناس. لقينا في كذب اسمه كذب انتقامي.
لما واحد يكذب عشان ينتقم من حد موجود معاه، يعني عايز ينتقم من شخص معين فيقول كلام عليه ما حصلش، او واحده بتغير جدا من حد معين هي تعرفه فتبدا تقول كلام عنها ما حصلش تماما، ده بتبقى جواها رغبه انتقاميه من الشخصيه دي، زي كذب الغيره. اما ابقى غيران من حد ومن كتر ما انا جوايا غيره ابدا اقول عليه ادعاءات ما حصلتش. تمام؟ في كذب اللي هو التبرير، اللي هو اللي بيخرجك من الموقف. الكذب ده بتبقى كذب دفاعي، هدفه الرئيسي ان انا اخرج من المشكله بتاعتي، بدافع بيه عن نفسي، بخرج من ازمه انا وقعت فيها ومش عايز حد ياخد باله منها. فيحصل ايه؟ انا بدافع عن نفسي بالكلام كذب تماما. دي بيبقى الكذب الدفاعي ده ناشئ عن الطفوله، لان الطفل اتعلم انه لما يبقى واقع في مشكله يطلع منها بانه يكذب. طبعا استمراره في حاله الكذب مشكله، ليه؟ كل ما يكذب اكتر، كل ما يكذب اكتر بقت عنده ازمه الاعتماد، ان لو وقعت في مشكله اللي هيطلعني منها الكذب. والمشكله ان لو فعلا بدا كل مره ياخد مكتسبات وتدعيم. يعني ايه تدعيم؟ قال لك يعني ان هو يكذب، فبعد ما يكذب يطلع من المشكله والموضوع يعدي بدون اي ازمه، فيبقى كده اتدعم على موضوع الكذب. او ان اللي حواليه يشجعوه. هو احنا ممكن نشجع واحد بيكذب؟ اه طبعا، لما يكون في مرحله اصحاب واحد عامل كذب على والدته في انه رايح رحله، او كذب على والدته في انه خارج حاجه او كلام زي كده، ده بيحصل في اسر كتير في بعض الاحيان. اصحابه يقولوا له برافو عليك وهايل وعملتها ازاي دي؟ ده انت فظيع، ازاي الفكره الجباره دي جات لك؟ طب ما هو ده تدعيم على الكذب. زي الاسره نفسها لما تعمل كده، ان الطفل يطلع يقول الكلام دوت وهو صغير لاسره، لو لحد من الاصدقاء او كده، والاسره تعرف انه كذب، اه طب هتبدا تعمل بقى نوع من العقاب او تعديل او تدعيم لهذا السلوك. اه هي بتعمل تدعيم سلبي، ازاي؟ انها ممكن الموقف كله يعدي ومحدش يتناقش فيه، ودي بتبقى مشكله بتقابلهم. احنا اتفقنا وقلنا قبل كده ان احنا عشان نعالج مشكله لازم نبدا من جذورها. طب انا النهارده ممكن يبقى بيقابلني في الحياه الزوجيه بين الزوج والزوجه كذب، يا ترى في كذب ابيض وفي كذب اسود؟ هل يا ترى في اختلاف؟ اه طبعا في اختلاف. احنا وجدنا ان ممكن يحصل نوع من انواع الكذب، وبيسموه الكذب المباح. كذب ومباح ازاي يعني؟ قال لك لانه هو كذب مش هدفه غير الاصلاح، يعني كذب زي ما بيقول عليه الكذب الابيض. ايه هو الكذب الابيض؟ قال لك ان يكون عندي حاله حرب بين بلدين، ما ينفعش هنا لما واحد يطلب منه معلومات هيقول الصدق، يبقى هنا بيضر بالاسره موجوده في الحاله دي، يبقى هو هنا الكذب اللي قاله ده مش كذب، بيسموه كذب مباح، لان انت ما بتطلع اسرار بشكل صادق، ده غلط ما ينفعش تطلع. في برضه كذب مباح لما انا اصلح بين اتنين، فاجي الاولاني اقول له كلام حلو عن التاني، واجي على الشخص ده وتقول له كلام حلو عن الطرف الاخر، فهنا ده اسمه كذب مباح. انت بتصلح بين اتنين فبتحاول تجيب كلمات فيها نوع من الثناء من الطرف الاولاني على التاني وكذلك، فده نوع من الاصلاح. انت هدفك تصلح وما تقولش اي حاجه فيها شر ولا ضرر على الطرفين، انت كل هدفك ان انت تحاول توفق بينهم. في بقى بين الزوج والزوجه كذب مباح، ازاي؟ ما احنا لسه بنتكلم في مشكله الاسره دلوقتي، وان الزوج والزوجه لو بينهم كذبه تبقى ازمه. قال لك الا الكذب المباح اللي هو هدفه الثناء على الزوج لزوجته او الزوجه لزوجها. بمعنى زوجه بتسال زوجها فبتقول له انا احلى واحده ولا لا، او انت عمرك شفت احلى مني ولا لا. في الحاله دي لازم الزوج، لازم طبعا، وانا بقولها نصيحه لكل زوج، يبدا يقول لزوجته كلام جميل، كلام حلو، يبدا يقول لها مشاعر من اللي هو شايفها. طب يقول لي طب وانا كده هكذب، ممكن تكون مش جميله بالقدر دوت. يا سيدي كفايه انها جميله في عينيك انت. هنا الكذب اللي انت بتقوله ما يعتبرش كذب، بيسموه الكذب المباح، نوع من الاشياء الجميله اللي انت بتثني بيها على زوجتك، او كذلك ان الزوجه ممكن تقول لزوجها كلام هو مش حقيقي، لكن هي على الاقل خالص بتثني بيه على الزوج وبتحبه، فبتقول له انت احسن واحد انا شفته. ممكن يكون مش اجمل واحد شكلا، ممكن يكون مش احسن شخصيه هي قابلتها، لكن يكفي ان هي بتقول هنا كلمات بيسموها كذب، لكن هي كذب مباح عشان هي بتجعل الحياه الزوجيه جميله. المشاعر اللي احنا بنتكلم عنها دي بين الزوج والزوجه لو مش متوافره بتبقى ازمه. عشان كده بقول ممكن اكذب في مشاعري، ممكن اكذب في كلمات من باب الثناء والحب للزوج والزوجه، ده اسمه كذب مباح. بس كتر الكذب المباح مش صح، يعني الاستمرار الزائد في الكذب المباح عشان ما يتحولش لزيف. زيف في العلاقه بين الزوج والزوجه، هيبقى هو متعود يقول كلام كتير، هو فهم بقى دلوقتي ان احنا بنقول له كذب كذب ابيض، فقال لك خلاص ده فرصه هقول كلام كتير ما حصلش. لا مش كده، انا بقول لك الزياده دايما في اي شيء تضر، في اي شيء بتضر. دايما خلينا بالقدر الكويس، بالقدر المتوسط،
ودايما اختار الحاجات اللي موجوده في الزوجه. يعني انا مش طالب منك انك تبدا عشان تثني على زوجتك بكذب مباح انك تبدا تقولها كلام مش موجود فيها اصلا. خد بالك ان انت بتكلم عقليه سامعه وحاسه وشايفه انت بتقول ايه. حاول تقدر المشاعر بتاعتها. زي ما بقول للزوجه في حاجات ممكن نسيبها للزوج وفي حاجات ممكن ما نسيبهاش. في اشياء ما تضايقيش الدنيا فيها جدا فالزوج يشعر بان زوجته بتخنقه مش بتحبه. برضو برجع اقول في اشياء ممكن نفوتها له ما تضطرهوش ان هو يكذب في بعض الاحيان. يعني لقينا ان ايه اللي بيخلي الزوج والزوجه يحصل بينهم كذب كتير، ان كل طرف فيهم ما بيحبش المشاكل وانه عارف ان الطرف الاخر ممكن يكون سبب رئيسي في المشكله. بمعنى ان لو كل زوج او زوجه بيقف قوي على المشكلات ما بيحاولش يفوت للطرف الاخر، طيب وانا اطلع من الازمه دي ازاي؟ فتلاقي الزوج بيقول لك المبرر الوحيد ليا ان انا اقول لها كلمتين ما حصلوش فتهدى، او ان الزوجه تقول اصل انا عارفه ان زوجي ده ممكن يعمل ويعمل ويعمل وانا مش عايزه مشاكل. طب عشان انت مش عايزه المشاكل عملت ايه؟ كذبت عليه والموضوع عدى. يبقى هي هنا بتستخدم حلول بالكذب. طب واذا استمرينا على الطريقه دي؟ عايز اسال سؤال، انت عارفه ان الزوج ده عصبي جدا، عارفه ان الزوج ده ممكن يعمل مشاكل جامده جدا، طب فكرتي اللحظه واحده لو هو اكتشف كذبك هيبقى ايه الموضوع؟ هيبقى ايه الصوره قدامه؟ لو هو واحد بيعرف الحقيقه ويزعل، امال لو عرف الكذب هيعمل ايه؟ تمام؟ هي دي اللي انا بتكلم فيها بقى، انه ما ينفعش يبقى انا خايفه من ان الزوج يزعل مني وبعد كده يكتشف ان انا كمان بكذب عليه. ده كده المشكله هتبقى اكبر واكبر. ده غير ان دايما بنقول كذب الزوجه اكبر بكتير. ازاي؟ الزوجه دي هي المدرسه اللي بتبقى فيها الاطفال بياخدوا منها كل حاجه، فهي لما بتكذب هي بتورث معايا جيل كامل للكذب. ما بقولش ان معنى كده كذب الزوج مش هو اللي صح، بالعكس الزوج هو الليدر، هو النموذج الرئيسي، هو قدوه البيت، هو الرئيس الشرعي والولي الشرعي للبيت. طب انت النهارده بتعمل ده ازاي؟ لو كذب يبقى انا بقول للمنظومه كلها بتاعت البيت مسموح لكم كلكم تكذبوا، اصل الاب بيكذب. لا، انا عايز الحياه تبقى بينها مصارحه وبينها صداقه. طيب قابلنا مشاكل كتير، وكنت نزلت على الفيسبوك سؤال اللي عنده مشكله الكذب في الحياه الزوجيه يقول لي، واللي عنده اي مشكله من السبع اخطاء الزوجيه اللي قلنا عليهم دول يبدا يرسمني بمشاكله. جالنا اسئله كتير، هنجاوب على الاسئله بتاعتنا النهارده. خدت كم كبير من الاسئله قلنا عشان نجاوب على اكبر قدر. جالي اسئله كتير جدا، سامحوني لو ما عرفتش اخدها كلها. وبعد كده هنتكلم في ازاي نحل مشكله الكذب. من ضمن الاسئله اللي جات لي زوجه بعتت تقول زوج بعت يقول ان زوجتي اصبحت شخصيه مدمنه الكذب في كل امور حياتنا، وكل ما اسالها على حاجه لازم تلف وتدور وبتكذب كتير، ولما اكتشفت كذبها اكتر من مره هددتها بالانفصال لو اتكرر منها موضوع الكذب ده تاني، فهل كذب الزوجه ده له علاج؟ طبعا سؤال الزوج هنا واضح، هو بيتكلم على اشد انواع الكذب اللي هو ادمان الكذب. يعني الراجل نفسه كاتب انها بقت اصبحت خلاص هي مدمنه كذب، بتكذب 24 ساعه ودي مشكله بتقابلهم في الحياه الزوجيه. بس انا لاحظت في السؤال ده شيء مهم جدا. طبعا المفروض لما بنيجي نجاوب على الاسئله ديت ان احنا بناخد وقت ونسال حبه اسئله عن شخصيه الزوج وشخصيه الزوجه، مش بنجاوب السؤال بس. يعني انا كنت اتمنى ان كل حد يبعت لي تفاصيل اكتر عن الحياه الزوجيه ماشيه ازاي وشخصيه الزوج والزوجه في التعامل، مش بس السؤال اللي هو بيبقى خاص بالحلقه. لقينا ان الزوج بيقول انا هددتها اكتر من مره بالطلاق. طيب تفهم من السؤال هنا ايه؟ هي الزوجه بتكذب طبعا وده ادمان كذب، لكن انا برضو لاحظت ان شخصيه الزوج هنا واضح انه عنيف قوي في التعامل. يعني انت بمجرد ما حصلت مشكله الكذب من الزوجه كان رد فعلك مباشره هو ان انا هطلقها وهددتها بالطلاق اكتر من مره. طبعا ده مش الاسلوب الامثل للتعامل. انا مش عايز الزوج العنيف، ما احنا لسه كنا بنقول ان انا ممكن استخدم الكذب عشان اهرب من الشخصيه اللي انا بخاف منها. طب انت تخيل لو كانت شخصيه الزوجه عندك حساسه جدا، واحده بتخاف جدا، قلوقه جدا، طب ما هي كل ده مش هتقدر تقول قدامك الصراحه لان انت وصلتها انك انت بتخاف منك جدا. يبقى احنا محتاجين لعلاج الزوجه هنا ايه؟ اولا نلعب على شخصيه الزوج ونقول له انت محتاج تعامل زوجتك بطريقه مختلفه، وجرب تعالجها بطريقتك انت، ان انت اللي تتغير قبل ما تغيرها. غير اسلوبك معاها بنوع من الود، بنوع من التعامل اللطيف، بنوع من انك انت تقعد وتعمل معاها حوار هادي. وجرب انك لما تكتشف انها كذبت عليك ما يكونش رد فعلك عنيف. جرب ان انت لما تقعد تعرف انها كذبت عليك تعرف هي ليه كذبت، وان انت كنت خايفه مني، طب ما تخافيش مني ونتفاهم، وعدي يا سيدي اول مره عقاب وتاني مره عقاب اللي انت مستني انك انت تهددها بيه. فوت لها مره واثنين وثلاثه عشان تقدر تحس ان انت مش قلقانه منك وامنه رد فعلك، لان انا ملاحظ ان رد الفعل كان عنيف.
جالنا سؤال بتقول زوجة بعتت تقول ان زوجي راجل ذكي جدا ولكنه محترف الكذب على كل الناس، كنت بشوف ده بنفسي وانا معاه في البيت واستغرب ازاي بيقدر يقنع الناس كلها بحاجات ما حصلتش، ويعرف يضحك على الناس كويس لحد ما اكتشفت ان في حاجات كتير كان بيكذب عليا فيها انا كمان، اعمل ايه؟ طيب هو هنا الزوج من النوع اللي احنا قلنا عليه الشخصية المحترفة للكذب، وطبعا الذكاء العالي، لان دايما بنقول ان الشخصيات السيكوباتية او الشخص اللي هو بيحترف الكذب يبقى ذكي، اللي هو دايما نقول النصاب ذكي. ليه ذكي؟ لان هو الشخصية اللي بتقنع الناس انها تطلع فلوسها وتديها له بمزاجهم، يعني بيعرف يختلق انواع من الكذب احترافية جدا لدرجة انه يقنعك بشيء وانت اللي تتحايل عليه انه ياخد فلوسك. تخيل كده، وصلك لان انت تقتنع ازاي؟ ده بيلعب على الطريقه الفكريه وده ذكاء، وبيحترف الكذب ما بيعرفش يغلط فيه. يعني ده لك لو عايز تعرف الشخص الكذوب ممكن في علامات تعرفها منه، ان عينيه دايما بتبقى زايغه وهو بيكذب، كلماته لو اتكررت مرتين او ثلاثه دائما وابدا هتلاقيه بيقولها غير بعض، لو حبيت انه يحكي قصه مرتين هيحكي لك دايما تفاصيل مختلفه في النص، ده اللي مش محترف كذب. فانما المحترف ده بقى الشخص اللي هو صعب جدا اكتشافه. الزوجه هنا عندها الزوج شخصية احترافية للكذب، بس هي وقعت في أزمة. إزاي؟ هي كانت في الأول سعيدة قوي بأن الزوج بيعرف يضحك على الناس، بتشوف احتراف الكذب عامل إزاي وإزاي بتنبهر بأسلوبه، فهي عملت له تدعيم، تدعيم للكذب بتاعه. فبدل ما تحارب المشكلة من أولها وترفض طريقة الكذب على الناس، لا، هي استمتعت بيها، إلى أنها بعد كده فوجئت بأن الشخص ده بيكذب عليها هي شخصيا. طيب ما هو اكتشافك ده متاخر قوي، لان دي شخصيه الزوج مش هيقدر يعملها مع حد وحد. لا، احنا قلنا لو وصل لمرحله ادمان الكذب هيحصل ايه هنا؟ هتلاقيه مع كل الناس، في بيته، مع اصحابه، في شغله، مع اي حد بيتعامل معاه، لانه لقاها اسهل وسيله وبدا يحترفها في التعامل، فما بيحتاجش ان هو يغيرها. طيب علاج الشخصيه هنا هيبقى ماشي ازاي؟ هنا بنحتاج للعلاج السلوكي والعلاج المعرفي، هنا بنحتاج للجوء للعياده، لان الشخصيه السيكوباتيه مش بس هغيره انه يبطل يكذب، لا، انا هنا هحتاج ان انا اخليه يشوف خسائره من الكذب، ايه الحاجات اللي وصل وخسرها دلوقتي، تمام، وبدا يفقدها بسبب موضوع الكذب، ازاي الكذب بدا يدمر الناس اللي حواليه اللي هو بيحبهم، ازاي يكتشف عيوبه هو الشخصيه، وان هل ده ضره ولا ما ضروش، لانه عمره ما هيفكر يتغير غير لو اكتشف ان هو شخصيا بيضر نفسه، تمام. وده طبعا هيحتاج عشان يحصل ان احنا نقعد معاه اكتر من مره، ولازم يكون اللي بيقعد معاه حد يكون فاهم كويس قوي وسيله التعامل مع الشخصيه وفاهم ابعاد الشخصيه، لان احنا اتكلمنا ان الشخصيه ذكيه جدا، فلازم يكون اللي قاعد فاهم ابعاد الذكاء بتاعه وهيروح منه فين في الحوار. اوكي، معانا برضو سؤال بيقول لو سمحت انا عايز اعرف الفرق بين المجامله والكذب، وهل في كذب ابيض وكذب اسود؟ احنا اتكلمنا من شويه على موضوع الكذب الابيض والاسود، قلنا الكذب المباح وغير المباح، قلنا الكذب المباح في ايه واتكلمنا عنه ما بين الزوجين واصلاح بين الناس وفي الحرب وبحدود عشان الامر ما يزيدش، واتكلمنا في ان الكذب الاسود اللي هو انواعه كتير اللي احنا بنقولها، هو ده الكذب اللي هو المحرم او الكذب اللي مش محبوب او الكذب اللي بيؤدي لمشاكل سلوكيه وامراض، فده الكذب الايه اللي مش حابينه. الفرق بين المجامله والكذب، المجامله ان انا اقول لك كلام جميل فيه ثناء بزياده شويه، بس في الاخر هو فيك، يعني اختار صفه من الصفات بتاعتك واقعد امدح فيها بزياده، الزياده دي مش موجوده، انا هنا مش بكذب، بس هنا طالما الصفه اصلا موجوده يبقى انا كده بجاملك، تمام. انما لو الصفه مش موجوده وانا عمال اقول انها موجوده فيك يبقى انا كده بكذب، تمام. يعني ان انا اقول ان انا سعيد برؤيتك، تمام، فحبيت اعبر بزياده شويه عن السعاده، فاقعد اقول لك ده انا وده انا والمشاعر، وعمال اوصف لك في حاجات بزياده شويه، ده نوع من المجامله. انما ان انا اقول كلام ما حصلش اصلا، تمام، وان انا امبارح قعدت افتكرك وامبارح طول الليل عمال افتكر فيك وجبت سيرتك مع فلان وده ما حصلش، هنا ده مش مجامله. فين المجامله اللي انت بتتكلم عنها؟ انت عمال تقول احداث ما حصلتش، ده كذب. فدي انا بديك مثالين عشان نفرق، اذا كانت الصفه موجوده وانت بتمدح فيها بس زاد منك الامر شويه فده نوع من المجامله، اما ان كانت الصفه اللي احنا بنتكلم عنها مش موجوده اصلا فده كذب. سؤال بيقول انا اعاني من الخجل الاجتماعي، واحيانا اكذب عشان بكون محرج اني اتكلم مع الناس ومش بعرف اتصرف، اعمل ايه؟ هنا مشكله نفسيه ومعاها كمان مشكله الكذب. يعني واحد بيقول لك انا عندي خجل اجتماعي وما اعرفش اتعامل مع الناس وساعات بضطر اكذب عشان اطلع من الازمه اللي انا فيها. هنا ده ازمه بيعاني منها، طبعا هي المشكله هنا كانت مشكله الخجل الاجتماعي اصلا مش الكذب، والخجل الاجتماعي يخليه يفكر كتير يا ترى رد فعل الناس عامل ازاي، ودائما بيبقى تفكيره سلبي، يعني دايما هو خايف من الناس. الكذب نتيجه الخوف، كذبك عشان انت خايف
مش حل لحل مشاكلك، بالعكس زود الموضوع، لانك بتضطر تكذب وتنسحب. دايما الخجول اجتماعيا بيحاول ينسحب من وسط الناس، تقول له اقعد معانا، شو يقول لك مش فاضي، ده كذب، او تعبان مش قادر. هو بيعمل حجه، هو هي مش حجه، هي مبرر، اللي احنا قلنا عليه التبرير في الحاله الدفاعيه كنوع من انواع الكذب. يبقى التبرير اللي انت استعملته وانك قلت حاجه ما حصلتش عشان تهرب من مواجهه الناس، مشكله او مرض الخجل الاجتماعي اللي ادى بيك الى الكذب المستمر عشان تخرج من المشكله. علاجها ان انا اعالج اولا الخجل الاجتماعي، اللي هي الفكره اللي جوه دماغك اللي مخليك خايف من الناس. اما تتغير الفكره وتلاقي نفسك اوتوماتيك مش خايف من الناس، وبتخرج تتعامل، بتقعد في وسط المجتمعات، ما عنديش تفكير سلبي، ما عنديش رهبه من الناس، ساعتها مش هضطر اكذب اساسا عشان خاطر ما اقابلهمش. طيب سؤال بيقول انا بكذب على خطيبي. دي واحده مخطوبه وبعت سؤال بتقول انا بكذب على خطيبي احيانا، وانا بحبه جدا بس هو غيور بزياده، وانا مش بحب ازعله مني فبضطر اكذب عليه. هو ده يبقى كذب؟ طبعا يبقى كذب عشان هو بيغير عليكي. فانت النهارده حليتي المشكله بحل بسيط جدا، ان انا اقول له حاجات ما حصلتش عشان ما يغيرش. طيب جميل، يا ترى لما تبقي معاه زوجه واللي هو برضه هو نفس الشخص الغيور، هتهربي منه ازاي؟ النهارده انت الوسيله بتاعتك في الكذب ان انت مش موجوده، هو مش موجود معاكي وانت مش موجوده معاه. لو ما حلتيش المشكله ديت هتقابلك ازمه اكبر من كده. قدامك اختيارين، الاولاني ان هو يحاول يقلل من غيرته شويه ويتفهم شخصيتك، الحاجه الثانيه لو حاجات اللي هو بيغير منها حاجات منطقيه وانت تعرفي تغيريها، بدل ما تلجئي للحل الامثل اللي هو الكذب، حاولي تلجئي دايما معانا لايه؟ لعلاج مشكلتك انت. اخر سؤال عشان ابدا ادخل بسرعه لان وقتنا ضيق وبدا وقت الحلقه ينتهي. اخر سؤال هناخده كان سؤال بيقول ابني دائم الكذب، ومن صغره وهو بيكذب وبشده، ولا اعرف كيف اتعامل معاه، وخصوصا انه الان وصل 19 سنه، فهل في حل لمشكله الكذب؟ طيب هنا عندنا الام ثابت الابن ليه لحد 19 سنه عشان ابدا احاول اعالجه. طبعا ده ما كانش صح، بس احنا بنقولها دلوقتي احنا هنحاول نعالجه. طبعا ده له علاج، اولا احنا عندنا 19 سنه، تكوين الشخصيه من 18 ل 21، فاحنا هنقدر بسرعه ان احنا نلحق المشكله دي عشان ما تكبرش معايا وما تبقاش ضمن شخصيته. اوقفه ان هو ما يبقاش الشخصيه الكذوبه او انه مدمن الكذب او الشخصيه السيكوباتيه اللي احنا اتكلمنا عنها. لازم اعرف في مشكله الكذب دي هو بيكذب ليه. ممكن يكون الكذب في المرحله دي وسن 19 بالذات انا خايف يكون دخل في حاجه، اتاكد الاول ان هو ما بيشربش اي نوع من انواع المخدرات. لازم اتاكد ان الكذب بتاعه مالوش اي مصالح، بمعنى انه هل هو بيكسب من ورا الكذب دوت؟ هل بياخد فلوس منكم فبيكذب؟ هل هو ليه بيخرج بيتفسح فعشان كده بيكذب؟ ايه الهدف من الكذب بتاعه؟ المشكله ليها حل؟ طبعا بنغير الشخصيه وبنقول ليها علاج، بس بنحتاج ان احنا نقعد مع الاسره اولا، وبنعمل لها حاجه اسمها ارشاد اسري عشان يعرفوا يتعاملوا معاه ازاي، وثانيا بنقعد معاه هو وله علاج. اخيرا بدي نصايح سريعه ازاي اعالج الكذب. زي ما قلنا المشكلة هنبدأ نعالج من الأصل بتاعها، إن أنا أحاول طبعا من الأول خالص، وبنقولها من بدري، إن أي حد بيلاقي ابنه وهو أثناء التربية يعرف إن إحنا بنبدأ من الأول ما نكذبش قدامه وما نحاولش ندعم سلوك الكذب. معلومة علمية بتقول الطفل لحد 7 سنوات لو قال كلام مش حقيقي ده ما بيكذبش. يعني ما تقولش إن ابنك لو هو 6 سنين 5 سنين قال كلام ما حصلش ده كده بيكذب. ما بيكذبش. هنا المعلومات اللي وصلها غلط فبيقولها بطريقة على قد فهمه، لسه الفهم ما وصلش لإدراك الكذب. فبالتالي أنا ما بعاقبش طفل قبل 7 سنوات، وإحنا قلنا قبل كده قوانين التربية واتكلمنا عنها، أنا ما بعاقبش طفل قبل 7 سنين على أي سلوك غلط بيعمله، إنما بحاول أعدل السلوك، يعني بدلع وأحبب وأربي، لكن ما بعاقبش قبل 7 سنوات. فبالتالي إحنا مش هنحتاج إن إحنا هنعاقب. القدوة الحسنة إن أنا أكون بربي من غير كذب، ان لما يكون عندي زوج او زوجه عندهم مشكله الكذب يعملوا حوار مع بعض ويتكلموا بالمصارحه. اذا المشكله زادت مننا بنلجا للطبيب عشان يحل لنا المشكله بتاعتنا. عندنا انواع كتير من العلاج حسب كل مشكله وحسب كل شخص. اتفقنا ان احنا هنتكلم عن 7 مشكلات بتاعتنا ان شاء الله. استنونا في كل حلقه هنتكلم عن مشكله باستفاضه وبشرح، وهنحاول نغطي كل الحلول. واشوفكم على خير، دمتم في رعايه الله وامنه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ra 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 ra